عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا أطفالي هنتكلم عن درس اسمه نور وخيوط، بيتكلم عن بلدة اسمها أخميم بمحافظة سوهاج، كانت بتنسج أو بتصنع من الخيوط ديت غطاء وسجاد ومفارش وشيلان. وفي ليلة من الليالي كان في طفل اسمه حمدي كان قاعد بيفكر، فدخل عليه خاله وقال له انت بتفكر في ايه؟ قال له ان العيد قرب وانا عايز اقدم هدية لامي. قال له عندك اقتراح يا خالي؟ خاله رد عليه وقال له ايه رأيك تنسج لها من الخيوط شال باللون بتاعها المفضل. قال له ايه حمدي، فكرة رائعة. ساعده جده في غزل الخيوط على النولي، النول اللي هو آلة بتستخدم في نسج الخيوط. وجده قال له تعالى واختار الرسمة اللي انت عايزها على الشال. وفي يوم العيد حمدي فاجأ أمه بشال أخضر مكتوب عليه حبيبتي. فرحت الأم. تعالوا نقرأ. في بيوت بلدتنا أخميم بمحافظة سوهاج أنوال وخيوط. أنوال فيها تنوين بالضم. كل العائلات، العائلات لام هنا لام شم لام قمرية، تغذل فعل أغطية وسجادا ومفارشا وشيلانا. في ليلة في حرف جر، كنت جالسا أفكر فدخل خالي وسألني بماذا تفكر يا حمدي؟ بماذا تفكر يا حمدي؟ ده أسلوب استفهام. قلت لقد اقترب العيد وأريد أن أهدي أمي هدية جميلة، فهل لديك اقتراحات يا خالي؟ يا خالي ده أسلوب نداء. فرد خالي ما رأيك في أن تغزل لها شالا بلونها المفضل ليشعرها بالدفء؟ قلت بسعادة إنها فكرة رائعة. ساعدني جدي في غزل الخيوط على النولي، ثم قال لي تعال واختر نقوشا تغزلها على الشالي. الشالي اللام اللي فيها لام شمسية. وفي يوم العيد فاجأت أمي بشال أخضر مكتوب عليه حبيبتي. فرحت أمي. أمي فيها ياء ملكية. وامتلأ البيت بضحكتها في نهار العيد وسط العائلة. تعالوا نشوف الكلمة ومعناها. تغزل تنسج، تغزل تنسج، نقوش زينة، نقوش زينة، اقتراح رأي، اقتراح رأي، أهدي أعطي، أهدي أعطي. المفرد والجمع، محافظة محافظات، غطاء أغطية، مفرش مفارش، اقتراح اقتراحات، شال شيلان، ليلة ليالي، عيد
أعياد، نقش، نقوش. الكلمة ومضادها: فرحت عكسها حزنت، فرحت حزنت. أهدي أخذ، أهدي أخذ. الأسئلة والأجوبة: أين تقع بلدة أخميم؟ تقع بلدة أخميم في محافظة سوهاج. سين 2: ماذا تفعل العائلات في أخميم؟ تغزل العائلات أغطية وسجادا ومفارش وشيلانا. ماذا يريد حمدي؟ يريد حمدي أن يهدي أمه هدية جميلة. سين 4: ما اقتراح خال حمدي؟ اقتراح خال حمدي أن يغزل لها شالا بلونها المفضل. من ساعد حمدي في غزل الشال؟ ساعد حمدي في غزل الشال جده. متى أعطى حمدي الشال لأمه؟ أعطى حمدي الشال لأمه في يوم العيد. صف الشال: شال أخضر مكتوب عليه حبيبتي.